التعادل تعاون، تعادل يا تعادل يا تعثر، هذا هو حياة الاتحاد. أنا حاليا وصلت مرحلة من كثرة السب والصياح والشتيمة اللي تطلع مني، الآن أدور شتايم جديدة، لأن تعبت وأنا أكرر شتيمة، فأدور شتيمة جديدة في حال لعب مباراة الاتحاد، لأني أبغى أغير الشتيمة القديمة هذه، خلاص قلتها كثير كررتها، لازم ألقى شتيمة جديدة. 90 دقيقة ساعة ونص، والله لو إني قاعد أتعبد ربي فيها أصرف لي من إني أتفرج على الفريق هذا. تعادل سلبي، مباراة سلبية، العيد بيجي سلبي معاكم أنتوا يا اتحاد، والله تعبت أمنا. انت اخرتها معاك ايش؟ فهمني، قل لي الخلاصه، ايش 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 النهايه معاك؟ قبل كل مباراه نقعد نتفائل فيك، واكيد هذه المباراه اللي حينفجر فيها بنزيما، الشيء الوحيد اللي انفجر قلوبنا قاعد. بس انا اللي تعلمت انه الامراض هي المعديه، اما تضيع بلنتيات معدي مستحيل، هذه ما قد صارت. شات مع الاتحاد 18 بلنتي ما ضيع ولا واحد، دحين من بعد بنزيما ضيع بلنتي. واما انت يا كانتي، والله اني حزين عليك من كل قلبي انك قاعد تلعب مع الاشكال هذه، شيء مو منصف ابدا انك تقدم كل المستويات هذه وما تفوز. حمد الله نعدى من بنزيما وما شاء الله عليه فرحة نعدى من كانتي، نفس الطول نفس اللون نفس الأسلوب، ما شاء الله عليك فرحة. اليوم الشوط الأول أكثر واحد استرجع الكورة وأكثر واحد راوغ. أنا بطلب واحد من الاتحاد السعودي ولجنة الانضباط والتحكيم. يا أخي ما نبغى بلنتي، يا أخي ما نبغى بلنتي، ما إن شاء الله المدافع يسحب كلوة رومارينو، يسحبها ويفغصها. ها؟ ما نبغى بلنتي. كمية إعاقات أقسم بالله العظيم، خط هجوم يبغى له خط هجوم. شوف، خط هجوم يموتك ضحك، هذا هو. بنزيما الله يحسن الخاتمة، يا الله يشل عمره. ورومارينو عمره 86، وحمد الله داق في المقليات بعد المغرب إلين طلعت مع جنوبه. والله العظيم خلاص تبلد. مستحيل هذا بنزيما، رمز جلال مقلب، والله يا مقلب رمز جلال. سيفون في كيلون، سيفون كيلون، سيفون سيفون كي ما في هو بنزيما زي ما هو ما بعد خلاص اليوم وترية كذا كذا كذا. بنزيما اتحاد، بنزيما اتحاد، بنزيما اتحاد. ما انا لي ما ابغى شيء، انا ابغى منكم انتم، ابغى منكم انتم، اطلع منكم انتم. انا ما ابغى شيء لي نهائيا، انا باخذ منكم انتم لانكم مسخن وتعبان وطلعت روحي من برا خلاص. ما اتحمل يعني. المفروض اليوم اني مبسوط واروح اصلي وانا مبسوط وادعي وامور طيبه، زققتوها والله، زققتوها في ليله وتريه قسما بالله. ايش وش ذا الفريق؟ مباراه عقيمه والله العظيم، كنا واحد عقيمة، لا عقيمة آداب، عقيمة كور، عقيمة لعب، عقيمة شكل، عقيمة منظر، عقيمة يبغى. يقول لك جمهور الاتحاد يوم جانا شد وطني أعطى اللعيبة الظهور منهم مخاصمك وبعد أن أنا مش طايقك، يعني زعلني من منور، لا ما أطالع فيكم بس نادي الوطن إتي. يا ابن حلال لو ما تعطي ظهرك، لو رغبتك تكسرها لهم ما راح يفرق معهم شيء. سبينا، مدحنا، لعنا، دعينا، سوينا كل شيء، يا انت اعطيهم ضارك يعني بيفرق معهم يعني بيحسون؟ ما حسوا، شوف ما حسوا. الاهلي تعادل، المفروض ان احنا اليوم فزنا ورحنا، ما حتى الاهلي غبي، حتى الاهلي غبي راح تعادل. يعني يا اهلي اتحاد بينكم بين الناس واصله مواصيل بعيده، واحنا الاهلي اتحاد نتناقر مع بعض، نتناقر مع بعض نشوف من يفوز. حمد الله ما حمد الله على النعمه اللي هو كان فيها، كان كنا نحبه كله، حبيناه حب مو طبيعي، جاء اليوم تفل فيها قال الله تفل فيها وضيع بلنتي. ما تدري النادي هذا والله العظيم ايش يبغى مننا احنا، ايش يبغى يبغى يطلع يعني ايش؟ طلعت اسوء ما فيني، اسوء فيه قاعد يطلع حاليا الفتره دي، اسوء فيه قاعد يطلع. يعني اخر شيء بوصل معه اكو خلاص، هذه المرحله اللي وصلنا. وانت زي ما انت ملك البجاحه، يعني لاعب مثلك المفروض ما يصرح التصريح السخيف، بالذات انك انت اصلا ما تقدم اللي عليك. خلوني اقول لكم السالفه، قاله المذيع قال له بنزيما الاتحاد ليس بنزيما مدريد، شوفوا بنزيما وش رد عليه، قال له نعم ليس نفس الفريق ولا نفس اللعيبه، ويكمل ويقول انا احتاج المساعده في الفريق، احتاج من يساعدني في الملعب، لن اجلب الفوز لوحدي، وفي النهايه قال احتاج لاعبين اخرين واشياء اخرى. اول شيء البجيح، الاربع البلنتيات اللي انت ضيعتهم، اللعيبه ايش دخلهم؟ الهدفين اللي سجلت فيهم على مرماك ايش دخل اللعيبه؟
مستواك ذا الكارثي اللي انت اصلا تتمشى في الملعب، واذا انقطعت منك الكرة لا تدافع ولا تلحق ورا الكرة ولا تسوي اي شيء. ايش دخل اللعيبة؟ بنزيمة مع الاتحاد باسماء اضعف من الاسماء اللي معك سوى اشياء ما تتسوى في الاتحاد، وحمد الله الحين احسن منك رغم انكم اثنينكم تمتلكوا نفس الاسماء، بس في فرق بين اللي يبي يلعب واللي ما يبي يلعب. يا ناس يا عالم، هذا قاعد يشوف شيء الجمهور ما يشوفه، العالم كله ما يشوفونه. مالك عذر، مالك عذر. الاتحادين ما قالوا لك حقق لنا بطولة، لا قالوا لك سجل هدف بس عشان تقول الكلام هذا اللي انا والله ما امتلك عناصر. لا لا لا، الاتحادين ما يبغون بطولة، خلاص ما يبغون منك بطولة، انت بالذات يبغونك تسجل هدف، يبغونك تبني الهجمة بشكل نظيف. اقولك احتاج احد يساعدني في الملعب، الفريق اصلا كله متساعد، الفريق ماشي اموره تمام لولا الغيابات والاصابات حتى من دونك. انت اللي قاعد تخرب، يعني قدام في مباراة الأهلي 3 هجمات أو 4 أو 5 هجمات محققة الأهداف أن ضيعتها. فمفروض اللاعبين الثانيين يقول نحتاج مهاجم يساعدنا بإمكانك، هذا الكلام الصحيح. فاكتبوا لي رأيكم في الكومنت يا حلوين، لأن في بعض اللاعبين ينرفزوني فممكن أقول كلام، شوف على أني هلالي ماني باتحادي، بس تتنرفز أنت المشاهد لما تشوف لاعب يصرح كذا.